الحقيقة كابتن محمد عادل حكمنا الدولي كما قال بالأمس ذهب إلى مكتب سيادة النائب العام لتقديم بلاغين، وده قلناه امبارح، بلاغ بالتشهير وبلاغ بالتزوير. كابتن محمد عادل قال إن المقطع الصوتي المتداول ليه مع ميدو سلامة حكم تقنية الفيديو مفبرك. قال كلام كتير جدا، بس هيكون معانا حالا زميلنا الإعلامي هاني عبد الصبور من القاهرة 24 عشان يحكي لنا التفاصيل. هاني مساء الخير. مساء الخير على حضرتك كابتن أحمد وعلى كل مشاهدينك الكرام. هاني، ماذا حدث اليوم؟ بالفعل كما انفرضنا أمس بتوجه كابتن محمد عادل للنيابة العامة لتقديم البلاغات، النهاردة كابتن محمد عادل تواجد في نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال لتقديم عدة بلاغات تقريبا، يعني فترة الإدلاء بأقواله والاستماع إليها استغرقت. أقول بس يا جماعة، دي صورة الكابتن محمد عادل من أمام مبنى النيابة وهو بيقدم بلاغه، اتفضل يا أستاذ هاني. طبعا يعني جلسة استماع للأقوال تقريبا استغرقت أكثر من 6 ساعات، الكابتن محمد عادل تواجد في النيابة حوالي الساعة 11:30 صباحا حتى 7:30 مساء اليوم، قدم أكثر من مستند وأكثر من فيديو تم عرضه، سواء اللي تم تسريبه او فيديوهات ثانيه اخرى تم اذاعتها خلال بعض الحلقات التلفزيونيه. كابتن محمد عادل قال ان التسريب الصوتي الذي اذاعه احدى البرامج ما فيهوش صوته، مصر ان في بعض الجمل تم تركيبها وان ده مش صوته تماما. اعترف كمان او قدم فيديو ثاني بيتهم فيه احد الزملاء بالتهكم وتشويه صورته، لما قال ان هو بيحاول يكسب الزمالك متعمد، واعتبر ده تشهير بيه وتشكيك في ذمته ان هو رايح يعمل حاجات مخالفه للقانون لترجيح كافه فريق على فريق اخر. وكمان في وسط الكلام طلب سياده طاقم التحكيم اللي كان متواجد معاه في المباراه، وطلب استدعاء التسجيل الاصلي لمحادثه الفار عشان يتم التاكد ان ده مش صوته، وان في بعض الاجزاء او جزء مجتزأ من السياق الحديث اللي دار ما بينه وما بين الكابتن ميدو سلامة خلال محطة البوصة. نعم. معلوماتي انه قدم 3 مقاطع فيديو. ما زي ما بقول لحضرتك، هو المقطع الفيديو المسرب ومقطع الفيديو اللي فيه التهكم عليه في التشهير، والمقطع اللي فيه زميلنا وثابتنا احمد عبد الباسط بيشرح الحالة قبل ما يكون فيه تسريب صوت، يعني كان بيشرح الحالة في احدى الحلقات واذاع التسريب في حلقة اخرى. نعم. الـ3 فيديوهات الـ3 مقاطع فيديو دول هم اللي كانوا مع الكابتن محمد عادل النهارده في نيابه الشؤون الاقتصاديه. طيب، برضو عندي معلومات انه كابتن محمد عادل طلب انه الكابتن ميدو سلامه يكون موجود معاه، لكن الكابتن ميدو اعتذر لانه خارج القاهره، وانه حاجه من الاثنين، اما انه هيتسال يعني يتم دعوته او استدعائه للسؤال، واما انه يروح طواعيه عشان يدلي باقواله. صحه هذا الكلام يا هاني؟ النهارده الكابتن محمد عادل في التحقيقات طلب رسميا شهاده طاقم التحكيم بالكامل، سواء اللي في الفار او في ارض الملعب، على اعتبار ان كله مرتبط بسماعات واحده وبيسمع صحيح كل الكلام زي بعض، فطلب شهاده جميع الاشخاص اللي كانوا متواجدين في المباراه، طاقم التحكيم اللي كان متواجد، وطلب كمان الحصول على النسخه الاصليه لحديث الفار وانضغاطه او مطبقته بالحديث اللي تم اذاعته. طيب هاني، عايز اسال يعني كل ما بيساله ساله الكابتن عتباني، قال انا كنت مشغول مع الاجهزه الفنيه ولم اسمع بانصات. ساله كابتن ميدو سلامه، قال انه ما كنتش يعني الكلام ما كانش واضح قوي وما كانش ظاهر قوي. هل الكلام ده صحيح ولا الكلام ده اجتهادات؟ الغريب ان طاقم التحكيم بالكامل اللي كان مع الكابتن محمد عادل اختفي اختفاء مريب، ولا حد بياكد المعلومه ولا حد بينفي المعلومه، يعني ولا حد صحيح. قال الكابتن محمد عادل قال لفظ يخرب بيتك، اللفظ اللي عليه الاعتراض. نعم. ولا حد قال الكابتن محمد عادل ما قالش. نعم. الاختفاء المريب سواء لطاقم التحكيم اللي كان مع الكابتن محمد عادل او للجنه الاحكام او لاتحاد الكوره، بيقول ان في حاجه غريبه، يعني في حاجه غامضه احنا مش عارفين نوصل لها. نعم. عملنا اتصالات كتير، محدش عارف، يعني الكابتن احمد محدش قادر يمسك الحقيقه عند مين بالظبط. نعم. الكلام كله انت بتصدق الكابتن محمد عادل او بتحبه فهتصدقه. خلينا نقول بس يا هاني من الاول، خلينا نقول يا هاني في الاول انه يعني بنكن كل الاحترام للكابتن محمد عادل و الطاقم المعاون، ده امر لا يقبل الشك على الاطلاق، لكن لما يكون في واقعه
نحن نبحث ونستقصي من أجل الوصول للحقيقة، لكن احترام كابتن محمد عادل بالتأكيد موجود وكل طاقم التحكيم يا هاني. طبعا كل الأسماء، كل المنظومة الرياضية لها منا كامل الاحترام. صحيح. نتعامل مع وقائع بتجهز الرأي العام. نعم. وبالتالي لازم نقدم للرأي العام الشغل اللي احنا بناخد عليه، نتقاضى عليه أجر، إن الرأي العام يبقى عارف الحقيقة فين، وهو بقى يحكم سواء مع أو ضد. في النهاية في حد مخطئ وفي حد صاحب حق، فنشوف مين مع مين وبنعمل شغلنا، وفي النهاية كل واحد بيعمل شغله، احنا مش مع حد، يعني مش متبنيين وجهة نظر على وجهة نظر أخرى. فبالتالي كان بس كان لازم يا كابتن أحمد حد من رجل الحكام يخرج يدافع أو يهاجم أو يقول أي قرار أو يقول أي حاجة. لأن اللي بيحصل ده حقيقي سابقة خطيرة في تاريخ التحكيم المصري. الحكم بتسلمه في مباراة زي دي، وللأسف ده جاي بعد توقيت ان الطاقم التحكيم المصري اللي ادار مباراه نهائي الاهلي والزمالك في السوبر. طبعا مباراه اروع. صحيح. لصالح مين بيتم هجم التحكيم المصري وتصور الامر على ان في تعمد. في اخطاء في كل الدنيا. في اخطاء في كل المباريات، حتى المباريات الاوروبيه فيها اخطاء، لكن التشويه اللي بيحصل للحكم المصري اللي هو بالمناسبه عنصر مش هنقدر نستغنى عنه احنا في منظومه كره القدم المصريه، تشويه مريب وغريب ومحدش عارف لصالح مين. طيب عندي معلومة بتقول انه الطاقم اللي حضرتك بتقول مختفي اختفاء مريب، وانا يعني بقولها غريب بدل من مريب، يعني انه في حالة خوف او قلق من حد في اعضاء لجنة الحكام انه ممكن يعني ياخد ضده موقف وانه يتم ابعاده عن التحكيم، فهم مش عارفين يروحوا هنا ولا يروحوا هنا، فاللي هم انت عارف اللي هم ايه يعني ايه واقفين كده بين البنين. هنستخبى لحد ما نشوف مين هيكسب، ملهاش حل غير كده. يعني هنستخبى لحد ما نشوف الحق مع مين. وبعد كده نتكلم. طب ما ده دليل على اللي احنا بنقوله. ان في حد كتب شهاده حقيقيه سيحاسب عليها امام الله. صحيح. شهاده في حق زميلك، يعني هو اولا هي ركله الجزاء والمباراه كامله ما تستدعيش الجدل اللي حصل حواليها ده كله. هي مباراه نهائيه ولا ضيعت بطوله. ربما تكون اضافت نقاط لنادي الزمالك او حرمت البنك الاهلي من بعض النقاط. لكن في النهايه امور مشروعه بتحصل في كره القدم. الاختفاء الغريب ده كله واختفاء اللجنه يعني اهم من الحكام. اذا كان رب البيت بتدف ضاربه يعني. برضه معلوماتي انه جاءت تعليمات للجنه ما حدش فيكم يتكلم، لانه غدا بكره اللي هو الخميس سيكون هناك اجتماع طارئ للاتحاد المصري لكره القدم لاتخاذ قرار حاسم فيما حدث او ما يحدث في الساحه التحكيميه الكرويه خلال الساعات القليله الماضيه. معلوماتك. بالفعل اعضاء مجلس اتحاد الكوره اكدوا ان الموضوع برمته هيكون بكره على طاوله اجتماع مجلس اداره التحكيم مجلس الاداره لاتحاد الكوره. كل الامور مطروحه. جزء شايف ان اللي حصل ده نستدعي اقاله لجنه الحكام. جزء ثاني شايف طب احنا خلاص قربنا نمشي وفي توقف دوري وليه نجيب ناس جديده ونحرق ناس اسماء ربما نجيبها تشتغل ونحرق عليها شغل في فرص ثانيه في فتره زمنيه قصيره، لكن كل ده سيتم حاسمه غدا. بمناسبه اتحاد الكوره ايضا كان لابد ان يكون هناك قرارات سريعه وعاجله، لان رئيس لجنه الحكام او المدير الفني للجنه الحكام الكابتن ابراهيم نور الدين والله منا كامل الاحترام. ظهر في اكثر من مناسبه، مره هنحاسب محمد عادل، مره هيتم ايقاف محمد عادل، والمره الاخيره قال لك محمد عادل حكم محترم ولم يخطئ ولن يتم ايقافه، ومع اعلان التعيينات فوجئنا ان الطاقم التحكيمي بالكامل مش متواجد في اي مباراه من التسع مباريات اللي تم الاعلان عنهم. فبالتالي في كلام بيتقال وبيتخذ يعني عكسه تماما في الغرف المغلقه، فده امر احنا في اول الموسم بينم او يكشف عن المهازل اللي احنا متوقعينها. ما اذا كانت دي البدايه فمتوقع مع مرور الجولات وسخونه المنافسه، خصوصا ان الدوري في الشكل الحالي هيكون المنافسه فيه صعبه جدا على كل الفرق، كله عايز ينجو بنفسه ويكون في التسعه الاوائل، فمتوقع مهازل وكوارث تحكيميه اكثر من كده. فنتمنى ان يكون في حد عاقل يحتوي الموضوع وينهي الموضوع. لا 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 احتوي ايه تاني؟ لا لا استنى بس يا عم هاني، استنى يا عم هاني، احتوي ايه؟ تعبنا احتواء بقى. احنا عايزين قرارات، احنا مش عايزين احتواءات، احنا عايزين قرارات. ما يحتوي بحكمه وقرارات ويحاسب المخطئ ويحاسب المخطئ ويعلن. انت ماذا تتوقع ان يكون القرار غدا؟ الاقرب بالنسبه لي وحسب ما تحدثت مع اكثر من عضو داخل اتحاد الكوره سيتم توجيه الشكر للجنه الحكام الحاليه. هاني